السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة منوعات أم ريتاج. اليوم غندير لكم فيديو جديد عن مشتريات المدرسة. وقبل ما نبدا الفيديو، لا تنساو ديروا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فضلا وليس أمرا، ويلا نبداو. غنبداو بالمقررات ديال المستوى الأول إعدادي. هذا مختار في اللغة العربية، هذا مقرر لانفورماتيك، وهذا مقرر في الفرنسي. غرفتهم كاملين. ومقررات التربية الإسلامية، بالنسبة للمقررات باقي مكملناهمش حيت باقي مشاش للمدارس، يعني هناك بعض المقررات اللي باقي منشدوهمش تمشيو للمدرسة. وبالنسبة للامتحان اللي تكون تخلص لكم ديروه في أول سنة، هما صيفطوهم لينا في فيسبوك، خرجت نص ديالهم. وهذه هما الدفاتر. هو دفاتر حجم كبير، هذا من ورقة ديال من ورقة البديل الفاتر، وهذه صباغة مائية بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي. وهذا هو المستوى الثالث ابتدائي ديال اختياري هذا. مش حتى بنت عمي تاني ده نشط العلمي، التربية التشكيلية، واللغة العربية. ولو ليفر فرونسي، والتربية الإسلامية. كل شخص ديال المستوى الثالث. بطبيعة الحال لوحة ولوحة فتر، وعامل حاج، دفاتر، وأوراق مزدوجة. وبيكار كولا.
من جرى مقص ربي كارتاني حيت مجهول هذا مصاص من حيت وأدوات هندسية أقلام حبر مع بيض ملونات Voilà, col. وهكذا وصلنا معكم لنهاية الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا على جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.